طبعا اني يا شباب ويا بنات، بابا اليوم اشترى لي كمبيوتر جديد. اي لان انا اليوم صرت طالب شاطر، وبابا قال لي اذا نجحت بالمدرسه اجيب لك كمبيوتر جديد. يلا يلا خلي اروح اشوف الكمبيوتر اللي اشترى لي بابا. واو اني متحمس حتى اشوف الكمبيوتر الجديد، بس اتمنى يشغل لعبه ماينكرافت لان انا احب ماينكرافت كلش. يلا يلا مو مشكله شباب بنات، اني وصلت. بابا بابا افتح لي الباب. الباب مفتوح ابني اوجل، الباب مفتوح. اوكي صباح الخير بابا، شلونك شخبارك؟ اهلا وسهلا بابني اوجل الشاطر، هلا والله مشتاق لك اليوم. بابا وينه 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 بابا وينه وينه وين موجود وينه وينه؟ ابني شنو هو شنو هو غير اعرف شنو؟ بابا شو لا يكون نسيت الهدية مالتي. ها لا 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 ما نسيتها، سويت لك احلى كرسي مال جيمنج واحلى سيت اب لاحلى يوتيوبر ابني اوجا. شوف شوف الكمبيوتر الخرافي اللي جبته لك. بابا هذا اللابتوب فاشل، هذا الكمبيوتر فاشل ما اريده. اوه انكسر. اوه يا اوجا كسرت الكمبيوتر، هذا غالي كلش. بابا انت تريد تخدعني والله العظيم. انت وعدتني قلت لي اجيب لك كمبيوتر يشغل ماينكرافت وببجي وفورتنايت وكل الالعاب، بس هذا كل شيء ما يشغل. اوف يا ابني يا اوجي، انت تعرفنا احنا فقراء، يا يابا من وين نجيب فلوس؟ والله العظيم بابا اذا ما تجيب لي كمبيوتر جديد اني ازعل. خلاص مع السلامه. شباب والله زعلان اني. لا لا ابني الله عليك ارجع ارجع. والله العظيم ما ارجع بابا، انت وعدتني تجيب لي لابتوب جديد او كمبيوتر. اوف خلاص خلاص راح اجيب لك كمبيوتر يا اوجا، بس لا تهرب من البيت. اوكي هاي شنو؟ اوه هاي شنو بابا؟ هاي اسماك شريرة هاي. طيب ابني اوجا اسمعني، الكمبيوتر الغالي او الخرافي موجود بهاي السفينة العملاقة وتحميها القروش اللي موجودة هنا، اوكي؟ ايش رأيك اروح اجيبها الك واجي هسه وان شاء الله ما تزعل من عندي؟ لا بابا شوف اني راح اغادر هذا المكان وراح اروح اهرب واختبي عند اصدقائي، واذا ما جبت لي الكمبيوتر اللي اني اريده والله العظيم راح ازعل من عندك. يلا مع السلامه. لا ابني الله عليك ارجع. والله العظيم ما لي علاقه شباب بنات، شنو بابا ما يقبل يجيب لي كمبيوتر، حتى هاي التورتشايه ما اريدها. اوكي خلي ارجع يم اصدقائي وانتظر بابا يجيب لي كمبيوتر اسطوري يشغل ماينكرافت. يا شباب ويا بنات، اني الضابط الشرير جويسم صاحب السفينة العملاقة هاي. هو 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 هو. ما حد يقدر يوصل هنا لان اني الوحيد. هاي وخر منا. خلاص وخرت. ما حد يقدر يوصل هنا، هذا من وجه. اوكي ما حد، لان اني عندي كمبيوتر خرافي مخبئة بالسفينة. خلي اشوفكم الكمبيوتر اللي عندي. اوكي يلا يلا خلي اشوفكم الكمبيوتر يا شباب ويا بنات اللي اني مخبئه موجود عندي. اوه الكمبيوتر الخرافي اني مخبئ هنا أنا بالسفينه هاي يا شباب ويا بنات، وتحمي هاي السفينه الطائره العملاقه تشوفونها، ما حد يقدر يوصل هنا ويسرق الكمبيوتر. وايضا عندي قناصين هنا موجودين او سنايبر، شوفون شباب بنات يراقبون المنطقه، حتى اي شخص يحاول يسرق الكمبيوتر هذا اللي موجود هنا راح ينقتل يا شباب ويا بنات. ومو بس هاي، ايضا عندي الطائرة الخرافية وأسماك القرش يا شباب ويا بنات اللي تحمي المكان هذا، دائما أسماك القرش شريرة تقتل أي شخص يحاول يقترب. أوكي أتحدى أوجا وأبوي يجون يسرقون الكمبيوتر مالي. أوكي يلا يا شباب ويا بنات أتحداهم يسرقونه. هلا والله الآن يريدهم يجون. طبعا يا شباب ويا بنات أنا حاليا متورط لأن ابني أوجا اني وعدت اشتري له كمبيوتر خرافي بس كذبت عليه وجبت له كمبيوتر فاشل، المفروض اجيب له كمبيوتر اسطوري. اوف يا ربي هسه شلون ورطه هاي، لازم اجيب كمبيوتر خرافي. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني لازم اروح للسفينه مال جويسم الشرير، بس السفينه هاي بها شرطه كثير وخطيرين وعندهم اسلحه. حسبي الله ونعم الوكيل لان هو الوحيد اللي عنده كمبيوتر اسطوري بهذا المكان. خلي اروح يا شباب ويا بنات، طبعا هنا أنا عندي مخزن سري بهاي الادوات مالاتي، خلي البس هاي الدروع حتى جويسن ما يقدر يقتلني. اوكي يا شباب ويا بنات هاي الدروع خرافيه. اوكي اوكي يلا نجيب هاي الاسلحه مالتي حتى خاف يحاول يقتلني جويسن. اوكي شباب بنات
يلا يلا ليتس جو. هسه شنو اللي ناقصني يا شباب ويا بنات؟ اللي ناقصني اوه بالغلط اوكي، بس خليني اوه لحظه. اوه والله السفينه مال جويسم خطيره يا شباب ويا بنات، بس يلا مو مشكله، اني ان شاء الله راح اروح للجويسم هذا الشرير واهزمه واخذ الكمبيوتر اللي موجود عنده يا شباب ويا بنات. هسه تقولوا لي ليش تريد تاخذ الكمبيوتر ماله؟ لان الكمبيوتر اللي عنده يا شباب ويا بنات يشغل ماينكرافت ويشغل ببجي ويشغل فورتنايت، كل الالعاب يشغلهن. اوكي هسه تقولوا لي شنو راح تسوي؟ اريد اصنع لي قارب يا شباب ويا بنات، اريد اصنع لي قارب، ما عندي قارب. اوكي تمام، صنعنا هسه هاي يا شباب ويا بنات. هسه شنو اللي راح نسويه؟ نصنع لنا قارب. اوه صنعت لي قارب. اوكي اوكي هسه شنو اللي ناقصنا؟ لحظه نصنع لنا ادوات، لان انا ما عندي ادوات. اوكي نصنع لنا بعد. اوكي اوكي هسه تمام. اوكي يا شباب ويا بنات نصنع لنا اول مره بيكاكس، خلينا نجيب لنا بعد خشب يا شباب ويا بنات، احتاج بعد خشب لان اريد اصنع لي ادوات، لان اذا ما عندي ادوات يا شباب ويا بنات راح اتورط وما راح اقدر اهزم جويسم هذا الشرير. يلا ليتس جو. اوكي تمام. اوه لا طحت، وخر يا ثور يا غبي، وخر وخر وخر. اي 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 يما يما اي وخر وخر وخر. شنو هاي؟ اوف يا ربي هذا يريد يقتلني. وخر حسب لك، وخر وخر ولك ما توخر يعني. موت. ايه قتلته، يستاهل لان هو اللي بدا بالمعركه. نرجع لموضوعنا يا شباب ويا بنات. اوكي لحظه نحلل هسه هذا الخشب، نصنع لنا بكاك صنعناه. اوكي يا شباب ويا بنات نصنع لنا سيف لان ما عندي سيف، صنعنا سيف. هسه شنو نصنع لنا؟ نصنع لنا شفل، ما عندي شفل يا شباب ويا بنات، صنعنا شفل. نصنع لنا اكس، اوكي اكس واحد. فاوكي هسه تمام، وين الشفل اللي اني صنعته؟ هذا الشفل. اوكي نخليه لحظه شباب بنات، بس خليني ارتب الادوات مالاتي. اوه سمك القرش الشريره، خلي ارتب الادوات، السيف البيكاكس الاكس والشفل، كل شيء موجود يا شباب ويا بنات. هلا والله. اوكي اوكي هسه بس شنو ناقصني؟ ناقصني شويه اجيب لي ديرت يا شباب، لا مو ديرت يسمونه من هذا الديرت. اي تقولوا لي ليش؟ لان حتى اقدر ادخل السفينه يا شباب ويا بنات. اوكي تمام تمام، بس هذا الديرت راح ناخذه هسه، نروح ندخل السفينه ونشوف شنو اللي موجود بيها. انا اكيد متحمس مثلكم يا شباب ويا بنات، انتم اكيد متحمسين. اوكي اوكي هاي الساند نرميه ما نحتاجه، فليتس جو. اوكي اوكي خلينا نروح ننزل بالسفينه. شنو هذا الصوت؟ والله العظيم ما اعرف. اوكي مو مشكله، يلا يلا من وين ننزل السفينه مالتنا؟ اول قارب. اوكي من هذا المكان، فليتس جو يا شباب ويا بنات. اوكي تعال يا قارب. اوكي هسه خلينا ناكل شوي لان ما عندي طعام، بديت جوعاني. اوكي يا شباب ويا بنات ليتس جو. اجالي هذا القرش الشرير. اوكي 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 لا يجي لي هذا القرش يا شباب ويا بنات. اوكي خلي نراقب المكان من هنا. اوكي اوكي خلي نراقب. اوه شنو هاي شباب بنات؟ واو اوه ماي جاد، شنو هاي يا اوه هذا الشخص منو؟ اوكي اوكي اوه عندهم دروع قوية. اوه ماي جاد اوكي 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 خلص السلاح، خلص السلاح يا شباب ويا بنات. لحظة 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 خلص السلاح. اوكي اوه ولا اخفض. اوه ماي جاد لحظة لحظة اوه اوكي اوكي يا شباب ويا بنات يلا 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 اوكي اوه ليتس جو ليتس جو بيبي. يلا يا شباب ويا بنات خلي ادخل السفينة باسرع وقت ممكن. اوكي 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 يا رب يا رب ما يشوفوني، يا رب ما يشوفوني يا شباب ويا بنات. اوه ماي جاد والله السفينة خطيرة هاي. اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات السفينة خطيرة، من وين راح ادخل؟ اي اي موتوا. أوكي, اوكي يا شباب ويا بنات من وين راح ادخل؟ من وين راح ادخل؟ من هنا من هنا خلي ادخل يا شباب ويا بنات. اوكي 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 خليني اكسر بالبيكاكس هذا يا شباب ويا بنات. يلا يلا ليتس جو ليتس جو. اوه هاي شنو؟ هذا الطائر شنو؟ هذا شنو؟ اوكي 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 يا شباب ويا بنات يلا يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو خليني ادخل ونتسلل ونشوف شنو اللي موجود. اوه ماي جاد. اوه يما هاي 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 لا ترميني يا غبي. اوه يما 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 اوكي اوكي
يا شباب يا بنات لحظة 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 خليني اكسر هاي اللي ترس منهم. لا 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 يما اوكي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا شباب يا بنات. اوكي يخوفون كلش كلش كلش. اوكي قتلتهم اني الحمد لله والشكر. خلصت الاسلحة اللي عندي اني. اوكي عندهم اسلحة ذول الاغبياء؟ لو ما عندهم لا والله العظيم ما عندهم يا شباب يا بنات. اوه راح اموت اني. اوكي خلي اكل هذا شوية. اوه ليش ما اغير شكلي والبس نفسهم؟ اي والله العظيم فكرة خرافية يا شباب بنات. اوكي خلي اغير ملابسي والبس مثلهم حتى ما يعرفوني. اوه هسا اكيد ما راح يعرفوني. اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات. اوه سمعون صوت الطيارة لحظة خلي انص الصوت الميوزيك. اوكي نصيت الصوت لان صوت الطائرة عم مرتفع كلش. اوكي يا ساتر يا ساتر يا شباب ويا بنات. اوكي هاي شنو هنا انا موجود. اوه هلا والله بالاسلحة هلا والله بالاسلحة يا شباب ويا بنات. اوكي لقيت لي اسلحة شباب بنات. اوكي هاي الاسلحة راح تفيدني ان شاء الله. اوكي بعد شنو موجود عندنا؟ اوكي يا رب. اوه هذا شخص موت 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 موت. اوكي قتلته. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات. لا لحظة. اوكي خلي نكسر هاي بسرعة حتى ما يرسبنون. اوكي يا شباب ويا بنات. لا لحظة يا غبي لحظة. خلي نكسر هاي يا شباب ويا بنات. شلون تنكسر هاي؟ يما هي ما مسوي لكم شيء يا غبي. لا حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. شنو هذا الصوت يا ضباط؟ هي يا شرطة شنو هذا الصوت؟ سيدي اكو واحد تسلل للسفينة مالتنا اسمه وبوغا هذا يريد يسرق الكمبيوتر مالنا. شنو؟ لا يكون هذا الفقير اللي عايش بذاك البيت الديارت مو؟ هو اللي تسلل للسفينة مالتنا مو؟ اي سيدي هو اللي تسلل للسفينة. والله العظيم انا كنت راح اقتله بس هو هرب مدري وين راح. يمكن قتله الشرطة والحراس. يعني هو شنو يريد يسرق من السفينة مالتنا غير تقلي حتى اني احاسبه؟ والله ما اعرف بس يقولون يريد يسرق الكمبيوتر لان ابن اوغا يريد لكمبيوتر اسطورة حتى يلعب ماينكرافت وبابجي. اوكي انتم ابقوا هنا واني راح اتصرف. اوكي سيدي. تمام شباب بنات مثل ما شفتوا اوغا وابوي يردون يسرقوني ما يعرفون انو اني الاسطورة. اوكي شباب بنات خلي اجهز الاسلحة مالتي والطعام واني اليوم انتقم من عندهم. خلينا ناكل شوية جولدن ابل. اوكي شباب بنات تمام والله العظيم لذيذ هذا. يلا مو مشكلة خلي اصعد واجهز نفسي واتكلم مع الحراس. اوكي خلي نشوف وين البيت مال ابو اوغا هذا الغبي. خلي نراقب المكان شباب بنات. هاي شنو هاي؟ جزيرة مال الفطر. اوكي مو مشكلة خلي ناكل شوية جولدن ابل. تمام لذيذ يا شباب يا بنات والله العظيم يخبل. اوكي يلا مو مشكلة ننزل. هاي ما حد هنا موجود حتى ماكو اي جاسوس هنا ايضا ماكو اي شخص. اوكي ماكو اي شخص هنا يا شباب ويا بنات. تمام اوكي كفو من عندك الحارس كفو من عندك. اوكي كفو يا شباب ويا بنات الحارس اسطورة هذا. تمام خلينا ننزل نراقب المكان كله. هلا والله بالحراس الاساطير. خلي نشوف اسلحة هلا والله تفيدني هاي حتى اروح اقتل اوغا وابنه لان هم اشرار وسرقونا يا شباب جبنت. اوكي هنا ماكو اي شيء بعد. اوكي هلا والله بالطعام اللذيذ. هنا شنو موجود؟ اوه اسلحه خرافيه هلا والله. اوكي والله العظيم اني احب الاسلحه هاي. يلا مو مشكله خلينا ننزل. اوكي نشوف شنو هنا. اوه يا الاسلحه خلاص كفى ما اريد اسلحه. اوكي خلي نراقب المكان يا شباب ويا بنات لان احتمال اكو جواسيس هنا موجودين. ماكو اي جواسيس. ننزل للطابق الارضي يا شباب ويا بنات. وين اللابتوب هنا موجود انا خليته. هذا هنا اللابتوب 100%. وين الكمبيوتر؟ وين الكمبيوتر انا خليته؟ لحظة لا يكون اكو شخص. اوه هنا مو؟ الكمبيوتر. هلا والله بالكمبيوتر الخرافي. اقدر العب ماينكرافت براحتي. بس انا شنو اللي راح اسوي يا شباب ويا بنات؟ راح اخذ هذا الكمبيوتر معاي الاوغا وابنه. ليش؟ لان راح اسوي معاهم اتفاقيه. وين راح الكمبيوتر؟
اوكي مو مشكلة عندي بالانفنتوري. يلا خلي اروح لهم يا شباب ويا بنات وابيع لهم هذا. اوكي وابيع لهم. ومنين اطلع اني وحتى ضيعت من هنا؟ خلي اروح ابيع لهم الكمبيوتر يا شباب ويا بنات وان شاء الله اصير غني. اوكي لان مثل ما تعرفون اني راتبي قليل يا شباب ويا بنات. اوكي هم من وين اجوا؟ لان عندهم سفينة. هنا انا موجودين. اوكي خلي نشوف وين السفينة مالتهم او القارب. اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات. اوكي خلي اروح وابيع لهم الكمبيوتر هذا. هلا والله بالاساطير. هلا والله. اوكي هذا هنا القارب مالهم مو؟ اوكي يا شباب ويا بنات هنا القارب متاكد 100% القارب مالهم هنا موجود. اوكي يلا ما بقى شيء وصلت. اي هذا القارب. يلا ليتس جو خلي اروح ابيع لهم احسن لي يا شباب ويا بنات. يلا ليتس جو يا شباب ويا بنات خلي اروح. لحظه يا حراس انا راح اغادر شويه وارجع. اوكي سيدي. اوكي راح احرس المكان. اي حرس يا غبي. واذا اشوف اي شخص يحاول يدخل هنا انا انتقم من عندكم كلكم. افتهمتوا يا اخبياء؟ اوكي شباب بنات. اوكي والله العظيم اني كلش فرحان وسعيد لان راح اصير اليوم غني كلش يا شباب يا بنات. اوكي يلا مو مشكله شباب بنات. يلا اوه ماي جاد نجرب نقتل هذا الدولفين. وين راح وير ار يو فروم يا دول. اوه هذا موجود. اوكي شباب بنات هذا. اوكي خلينا نجرب. اوه ماي جاد لا 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 لا. اوه حسبي الله ونعم الوكيل يا قاربي يا غبي. ولا يجي لي يقتلني يا شباب بنات. اوكي يلا مو موضوعنا. خلي اني اروح للاوجا وابو اقول لهم يشترون الكمبيوتر هذا اللي عندي او لا يا شباب يا بنات. اوكي ليتس جو. مرحبا منو بالبيت؟ منو انت؟ اني الضابط جويسم الشرير صاحب السفينه مال الاشرار هاي اللي موجوده هنا. والله العظيم ما حاولت اسرقك انا يعني ما لي علاقه. افتح لي الباب يا غبي. ما فتحه. ها يعني ما تفتح الباب مو؟ اوكي يا شباب يب. هاي شنو؟ هذا وين راح؟ شباب بنات وين راح؟ والله العظيم ما اعرف وين راح. لحظه وين راح يا شباب ويا بنات؟ والله العظيم ما اعرف. هذا وين اختفى يا وين اختبى يا شباب ويا بنات؟ هذا وين راح يا شباب ويا بنات؟ صار لي ساعة كاملة انتظره. ايه الحمد لله والشكر ما اكتشفني. راح هذا الغبي. هاي شنو؟ هذا من وين يجي الصوت؟ من هنا انا؟ شباب بنات والله العظيم اسمع الصوت. الحمد لله والشكر ما اكتشفني. هاي شنو؟ من وين جاء؟ اوه من تحت الارض. اوكي هاي شنو؟ اوه مو اني. شنو هاي شباب بنات؟ والله العظيم الله لك لا تقتلني اني ما مسوي شيء. اطلع من هنا عندي كلام مهم وياك. تعال اطلع يا غبي. والله العظيم ما مسوي شيء اني ما مسوي شيء. قلت لك اطلع ولا تبكي لا تصير جبان. اطلع يا غبي يلا اطلع امشي. خلاص راح اطلع. يلا تعال اطلع وياي اطلع. شو تريد من عندي؟ انا غيرت الملابس مالتي حتى ما تعرفني. اسمعني انت حاولت تسرق السفينه مالتي لو لا جاوبني. ايه حاولت اسرقها بس ما قدرت لان السفينه ما شاء الله الحمايه مالتها قويه. طيب جبت لك اني هديه بدل ما انت عندك. شنو هاي شباب بنات؟ تعال اشوفك الهديه اللي جبتها لك. جبت لي هديه؟ شنو هي؟ تعال معاي وشوف الهديه. والله العظيم راح تعجبك الهديه الخرافيه. اوه والله اني احب الهدايا. تعال امشي اصعد شوف الهديه اللي جبتها لك. 1 2 3 ونجيب لك هذا ونخليه هنا. ايش رايك بهذا الكمبيوتر او السيت اب الخرافي؟ واو يشغل ماينكرافت لو لا؟ ها؟ لا ما يشغل ماينكرافت هذا. الله عليك والله العظيم انا حلم حياتي احصل كمبيوتر يشغل ماينكرافت. طيب اني اخليه لك يشغل ماينكرافت بس بشرط. فهمتني؟ اوه والله العظيم مستعد اسوي اي شيء حتى يشغل هذا الكمبيوتر ماينكرافت. شنو الشرط مالك؟ الشرط مالي هو هسه لازم انت وكل المتابعين والمشاهدين اللي يحبون ماينكرافت يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس الاشعارات حتى اشغل ماينكرافت بهذا الكمبيوتر.
يلا يا شباب ويا بنات، الله عليكم، اللي يريد من عندكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات تم حتى اعرف انتم تحبون ماينكرافت من صدق. خلاص وخر هاي يعني جبت الهدية لابنك اوكي لين نجح بالمدرسة اوكي، خلي نشغل لك ماينكرافت اوكي ليتس جو. وين اشتغل؟ اي شوفه واو ماي جاد، شكرا لك يا جويسم، والله العظيم ما اعرف شلون ارجع لك الجميل هذا. اذا تريد ترجع لي الجميل اللي سويته لك اريدك تضغط لايك. اوه خلاص اول لايك واشتراك من عندي، واو ابني راح يفرح من يشوف الكمبيوتر. يلا مع السلامه، باي باي. الله معك. اوكي شباب بنات، اعطيتهم هديه لان بصراحه انا ما احب الكمبيوتر هذا كان بالسفينه. يلا خلي ارجع للعمل مالي يا شباب ويا بنات، ليتس جو، خلي ارجع للعمل. واخيرا يا شباب ويا بنات رجعت للبيت مالتنا، والله العظيم انا زعلان من بابا لان خدعني وما جاب لي لا لابتوب او كمبيوتر. هو شنو ما جايب لك كمبيوتر يا ابني؟ شوف شنو جبت لك. شنو جبت لي؟ ثور؟ لا يا غبي مو ثور، جبت لك كمبيوتر، تعال شوف. كمبيوتر ماينكرافت. بابا شكرا احبك. بابا اوكي بابا انا احبك. خلاص ابني خلاص، انا بس جبت لك هذا الكمبيوتر مقابل شرط واحد اعطيه لك. وشنو هذا الشرط يا بابا؟ قل لي. قال عمو جويسم صاحب السفينه اذا يريد ابنك الكمبيوتر لازم يضغط لايك واشتراك. شباب بنات الله عليكم، الله عليكم شباب بنات، اريدكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات حتى نحصل هذا الكمبيوتر. ايه وبعد شغلة اخيرة قلهم يتابعون حساب اوقع على الانستغرام. صحيح شباب بنات، اريدكم تتابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مالي الانستغرام بالوصف، يلا كلكم تابعوني. يلا مع السلامة ابني تستاهله. اوكي بابا خلي اجلس انا، خلي اجيب الكرسي مالتنا. وين الكرسي مالتنا شباب بنات؟ خلي اجيب الكرسي، عندنا احنا كرسي بالبيت خرافي يا شباب ويا بنات. اوكي وينه هذا الكرسي مالتنا؟ خلي اجيبه. اوكي واشاهد به ماينكرافت لان انا احب هاي اللعبه الاسطوريه. يلا ليتس جو شباب بنات. اوكي ابني انا راح اراقب شويه السفينه من هنا. اوكي خذ راحتك بابا. اوكي ليتس جو. والله العظيم انا والله فرحان كلش، واو ماينكرافت الخرافيه. اوكي شباب بنات وتصبحون على خير، بس مع السلامه، باي باي. اوكي خلينا نرجع، مع السلامه.